حياكم مجددا مشاهدينا، ما زلنا معكم عبر ضلال الأصيل في لقاء اليوم. يسرني جدا أن ألتقي بالأستاذ ريان عماد الدين فضل. حبابك ريان، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير، شكرا لك. الله يخليك، حياكي. وريان مهتمة بالمناخ وصحة البيئة. ريان، يمكن فترة الدراسة في كلية العلوم قسم الجيولوجيا بجامعة الخرطوم كانت فترة مميزة، حدثينا عنه واختيارك لهذا القسم تحديدا، قسم الجيولوجيا. شكرا لك. دخلت قسم الجيولوجيا على الرغبة كلية العلوم. هي فترة كان مهمة بالنسبة لي، تقريبا كلية العلوم كلية من الكليات المميزة اللي فيها ترابط مجتمعي كبير. من خلال الكلية شخصيتي بدأت تكونت، كان عندنا نشاطات كثيرة، من خلالها اكتشفت حبي للعمل الطوعي والمجتمعي أكثر. في فترة الجامعة مع عدد من الزملاء كان بدينا إنه بنعمل نشاطات خارجية، بنمشي نتطوع في المنظمات الخيرية، المنظمات الوطنية، مع منظمات يعني معروفة زي منظمات صدقات، منظمات ظلال الرحمة. هي كانت الفترة ديكي يعني كلها عمل تطوعي وكده. نعم. حسيت إنه أنا مهتمة بالجانب ده، إنه أشوف حلول للمشاكل المناخ. طيب ريان، يعني الاهتمام ذاته بالمناخ والمشاكل الحاصلة والحديث عبر العالم وعبر كل المواقع الإلكترونية عن تغيير المناخ، هل هو دفعك إنك تكوني مهتمة في المجال ده؟ أيوة، حقيقة دفعني أكثر من بديت انضميت لمنظمة شباب السودان لتغيير المناخ. كان عندي فضول إنه في البداية أعرف شنو تغيير المناخ، هو ذاته شنو المشكلة دي، آثارها هي شنو. كنت بشاهد كثير من الناس فقدت أرواحها، بشاهد في السودان فيضانات كثيرة، ناس فقدت بيوتها، الفيضانات بقت تتكرر بصورة كبيرة، فكنت حابة إنه أكتر أعرف السبب الرئيسي هو شنو. معظم الناس ما عندهم الوعي البيئي، ما عارفين. طيب ريان، إحنا عندنا صور الآن تعرض بتتحدث أعتقد أيام الفيضانات، فعلق لنا على الصور دي من خلال أنت متابعتك واهتمامك بتغيير المناخ. دي كانت مشاركتي مع منظمة كوبي الإيطالية، هي بتقدم دعم للاجئين وبرضو بتقدم دعم للمتضررين من الفيضان في منطقة مايو تحديدا. بس الصورة دي في واحدة من المخيمات بتاعت اللاجئين، يعني في هنا احنا كنا بنعمل عمليات توزيع لبعض اللاجئين هناك المحتاجين. والصورة دي نفس الحاجة، هنا أنا كنت مشاركة كمنظمة أو بنقولها فيلد أوفيسر هناك، بنظم عملية التوزيع كاملة إنها تمشي بصورة سلسة. لأنه معظم الناس هناك ناس مستضعفين، وزي ما أنا بقول إذا هم ما قادرين إنه يوصلوا صوتهم فلازم إنه يكون في زول قادر إنه يوصل صوت الناس ديل. طيب ريان، يعني أنت من خلال وجودك وتطوعك في العمليات دي بالتأكيد يعني بيكون لفت نظرك حاجات محددة أثناء الحركة في البحث التطوعي في العمل التطوعي مع الجمعية، يعني أكثر دائما ما يلفت نظرك في مثل هذه النشاطات شنو؟ أكثر حاجة لفتت نظري إنه إحنا كشباب سودانيين تمثيلنا خارجيا بسيط شديد، يعني او منتعب شديد انه نمثل روحنا خارجيا، وانه فعلا عندنا مشاريع كثيره في السودان بس هي ما لقت الضوء او النور انها تظهر هناك. من خلال مشاركتي الخارجيه لقيت انه معظم الناس بيعرض مشاريعهم، قادرين يمثلوا نفسهم بصوره كويسه، لكن السودان أو الشباب السوداني ما قادر يصل للمرحلة دي، أو ما أصهر المشاريع بتاعته لسه هناك، ما في ترابط لنا كويس، لسه محتاجين capacity building للشباب أكتر، إنهم قادرين إنه يكونوا قادرين يشاركوا خارجياً.
ومثل السودان بصورة نعم. صحيحة. يمكن ريان يعني تابعنا نحن أو لاحظنا نشاطات الشباب في العمل التطوعي في السودان كثيرة جدا، يمكن قد لا يجدوا الدعم الكافي سواء كان من الدولة أو من أي جهة أخرى، لكن تحديدا في جانب المناخ وتغييراته، التطوع في هذا الجانب يعني أنت كيف شايفاه من قبل الشباب السوداني؟ شايفاهم هم دور مهم شديد، ولازم إحنا نهتم بالفئة دي بالذات، لأنه التغيير المناخي آثاره كبيرة على السودان. نعم. وإحنا حاليا عايشينه، ودي مسؤولية تاريخية بالنسبة للشباب وللأجيال القادمة بعدينا، إنه إحنا نوفر لهم بيئة كويسة قادرين ونكونوا قادرين يحصلوا على التعليم الكويس، بيئتهم تكون أحسن مننا. في ناس كثيرين يعني من خلال عملي ما قدروا يعني إنه مثلا يواصلوا تعليمهم، أو فقدوا أهلهم، فقدوا حاجات كثيرة بسبب التغيير المناخي. فأنا ما حابة إنه الحاجة دي تحصل للأجيال البعدي، فحابة إنه أكتر حاجة حاليا يحصل capacity building للشباب، ونجد الدعم الكافي إنه نصهر مشاريعنا والابتكارات بتاعتنا خارجيا للعالم البرة، عشان نقدر نستثمر ونجيب مشاريع للسودان ونستفيد من القوة دي يعني. نعم. طيب ريان، يعني يمكن الحديث دائما عن أن الإنسان هو السبب في دائما في مشاكل تغيير المناخ، وله دور كبير سواء كان بإنشاؤه للمصانع أو التلوث الذي يحدث في البيئة بمختلف يعني أشكال التلوث المختلفة. أنتوا دوركم كشباب، مثلا أنت وجودك في منظمة شباب السودان لتغيير المناخ، دوركم في تعريف السودانيين أو المجتمع بصفة عامة بمشاكل تغير المناخ وتلوث البيئة؟ أيوة، شباب السودان لتغيير المناخ ومنظمة استدامة الوطن برضو، وغيرها من المنظمات اللي أنا برضو متطوعة فيها، بدت بأنه توعي المجتمع حالياً على مشاكل تغيير المناخ، وتلفت نظر السودانيين لأنه الفيضانات اللي بتحصل، الجفاف، خسارة المحاصيل بالنسبة للمزارعين، دي كلها سببها التغيير المناخي، ما سببها حاجات بتحصل فجأة، لكن ده تراكم للعمليات الإنسانية على مر العصور الفاتت. فإحنا حالياً عايزين نوصل الصوت ده عشان الناس تكون مستعدة لآثار تغيير المناخ، وتقدر تعمل لها mitigation adaptation. معظم المزارعين حاليا يستفيدوا من الحاجة دي، إنه يقدروا مثلا يزرعوا محاصيل أكثر مقاومة للجفاف، محاصيل قادرة إنه تقاوم درجات الحرارة العالية، لأنه حاليا تغيير المناخ ده واقع حاليا بنعيش فيه، فعاليا عايزين الحلول اكثر. نعم. يعني طيب ريان، يعني اقبال الشباب السوداني تحديدا على الورش الخاصه بتغيير المناخ التي تقيموها انتم عبر الجمعيات المختلفه، كيف طريق اقبال الشباب عليها؟ حاليا معظم الشباب، في شباب كثيرين مهتمين بالموضوع ده. قبل فترة برضو مثلا منظمة استدامة الوطن عملت دعوة للشباب، بالذات الشباب اللي كانوا شاركوا في المؤتمر كوب 27 الفات اللي كان في مصر، فكان اجتمعنا وتناقشنا شنو احتياجاتنا، شنو اللي حصل مثلا، محتاجين شنو انه نتحسن او نتطور، وكيف نقدر نمثل الشباب بصورة احسن. حاليا في اقبال من الشباب كلهم انه برضو يحصل لهم capacity building في الحاجه دي، وانه يعرفوا شنو يعني شنو تغيير المناخي، وكيف يقدروا يتدخلوا، وكيف يساهموا في الحل، ويعملوا يعني دائره نقدر من خلالها نصل للحلول دي. نعم. انت صاحبه مبادره شباب من اجل الكوكب، حدثينا عن المبادره دي وكيف قامت. شباب من أجل الكوكب هي مبادرة أطلقتها معي مجموعة برضو من الشباب. هدفنا إنه نوعي المجتمع السوداني حاليا بمخاطر التغيير المناخي، بالمخاطر البيئية عموما، ما بس كده
إنه عايزين نربط كل المجتمعات بتاعتنا، عايزين نربط الوزارات مع الشباب، مع الجامعات، مع أي زول عنده معلومة عن التغيير المناخي، إنه يكون عندنا داتا ونقدر نستفيد من الحاجة دي في إنه نطبقه ونلقى حل ونلقى مشاريع كثيرة والمعلومة تكون متاحة. فحاليا إحنا قاعدين نبني في شبكة بتاعت علاقات تضم كله من الوزارات، من المجلس الأعلى للبيئة، من الناس الجامعات، يعني فيها عدة نشاطات برضو. في مشاريع مثلا مشاريع صغيرة، مشاريع بتاع تشجير برضو، كثير من الناس أبدت إنه ترحيبها بالفكرة إنه عايزين يشاركوا في التشجير والنشاطات المجتمعية. كثير من الناس فهمت يعني شنو تغيير المناخ من خلال الكلمات البسيطة اللي إحنا مثلاً بنستخدمها إنه نوصل رسالتنا للمجتمع السوداني كله. نعم، طيب دي من خلال رسائلكم للمجتمع السوداني، هل هنالك أي تعامل ما بينكم وبين المنظمات المهتمة بتغيير المناخ، منظمة كوبي الإيطالية مثلاً في كلمات قصيرة، إذا كان في تعاون ما بينكم وبينه؟ منظمة كوبي الإيطالية هي منظمة إيطالية شاركت فيها، يعني برضو كانت من بداياتي، هي منظمة عالمية من خلال عرفت معلومات كثيرة. مثلا شاركت كمدربة Disaster Risk Reduction، قدرت من خلالها أصل لشريحة مجتمعية أنا صراحة ما كنت يعني غايبة علي الشريحة ديكي اللي هي في منطقة مايو، هم يعني قاعد يتعرضوا لفيضانات بصورة مستمرة. هناك في هشاشة بالنسبة للمجتمع للتصدي للفيضان ده، معظم الناس ما عارفين يعني الشريحة المستضعفة اللي هناك. من خلال بقيت قادرة إنه أعرف وعايزة أعكس الحاجة دي للمجتمعات يعني برا. اللي اتكلمت كان بقت لي صورة إنه أتكلم مع النسوان هناك. معظم النسوان بسبب والبنات يعني تحديدا مثلا بيخلوا المدرسة بسبب إنه ما بيقدروا إنه أصلا يطلعوا يمشوا المدرسة، لأنه خلاص المنطقة هي مغطية بالموية، ما في طريقة طرق كعبة شديدة إنه يمشوا مثلا. أعتقد المنطقة يعني تتعرض لسيول أيام الأمطار، ويمكن هي دائما من أغلب المشاكل اللي بتواجه المناطق الطرفية، يمكن وجودها في مجاري السيول ومجاري أو حتى البيئة ذاتها تكون غير مهيئة في فصل الخريف بتصريف مياه الأمطار، وما ما يقوم به يعني عمل بيئة متردية من ناحية مناخية تحديدا. ريان، يمكن المدرسة دائما هي البداية لتعريف الطلاب بأهمية الاهتمام بالمناخ ونظافة البيئة. أنتم في المنظمة، في منظمة أو في مبادرة شباب من أجل الكوكب، يعني ماذا فعلتم تجاه طلاب المدارس؟ أوكي. حاليا من أجل طلاب إحنا لسه في البداية، بنطرح عاملين فيديوهات، هي بتكون فيديوهات قصيرة الطلبة قادرين إنه يستوعبوها، بنعرضها عليهم. حاليا بدينا إنه ننظم حملات، إنه مجموعة من الشباب، منهم الشباب شاركوا خارجيا. حاليا يعني في المرحلة بتاعت التنظيم، إنه نمشي ويكون عندنا رسالة للطلبة، في حين الجيل الجاي يكون مستعد وعارف يعني شنو تغير المناخ، ما يجي يتفاجأ بالآثار زي ما احنا يعني متفاجئين كنا وما عارفين لحد هسه الحاصل شنو. فعايزين نخلق جيل واعي يعني قادر انه يواجه المشكلة دي. احنا والجيل الجاي يكون عندنا مشاريع قوية نقدر نواجه بها ونصد بها التغير المناخي. طيب ريان، مشروع خطر خفض خطر الكوارث، اين وصل هذا المشروع؟ أم هو مجرد فكرة حتى الآن؟ لا لا، هو ما مجرد فكرة. المشروع يعني خدم شريحة كبيرة، خلاص يعني هو على نهايته إن شاء الله. على نهايته،
خلى انه ناس المنطقة مترابطين عارفين يعملوا شنو في حالة الكارثة، ودي كانت حاجة مثلا ما موجودة من قبل. الناس ما معترفة اصلا كانت مثلا بالتغيير المناخي، ما قادرين مثلا انه يتصرفوا في حالة الفيضان يعملوا شنو. فهو ربط مثلا وزارة الطرق والجسور بالمجتمع هناك، فتم عمل برضو early warning system لهم، فإنه يكونوا عارفين مثلا الفيضان جاي احتياطات اللازم لازم أيوة يكون متحضرين عارفين في حالة الفيضان مثلا امشوا وين اتصرفوا كيف، عارفين الناس المستضعفة من كبار السن من الأطفال هم انغزوهم أول يودوهم وين. فهو كان فيه تدريب طويل وفي عدة نشاطات يعني في برضو يعني تم برضو تصليح المجاري. طيب ريان، يمكن العالم كله يترقب أو يتابع في الأخبار وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التغييرات الكبيرة في المناخ في عدد من المناطق، يعني سواء كان في القطب الجنوبي أو الشمالي أو عدد من الدول ما طالها التغيير المناخي، ويمكن في السودان كان أيضا بعض الآثار في مستوى نسبة الأمطار أو فيضان النيل، يعني في هذا الجانب تحديدا بالنسبة لنا نحن في السودان ماذا فعلتم؟ يعني هل هنالك دراسات أو متابعات لتطور المناخ في السودان؟ حاليا أيوة طبعا إحنا من الدول يعني اللي لسه نامية زي ما نقوله، حاليا قاعدين إنه نوصل صوتنا إنه إحنا متضررين من التغيير المناخي للدول الكبيرة اللي هي مساهمة في التغيير المناخي بصورة كبيرة شديد، وهي مساهمة بالانبعاثات الحرارية. فإحنا إحنا في مرحلة زي ما نسميها الـ NDCs الـ National Determined Contribution، هي عبارة عن مساهمات أي دولة من الدول الموقعة على الحد من التغيير المناخي تلتزم بمساهمات محددة في المجال بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن، ويكون عندها مشاريع قادرة إنه تخفض نسبة الكربون والغازات الدفيئة. فحاليا يعني السودان قاعد يطور في الـ NDCs ويعمل أبديت ليها وإنه يوصل صوته يعني خارجين. طيب ريان، يعني مثلتي السودان في قمة التنمية المستدامة اللي أقيمت بإثيوبيا، حدثينا عن هذه المشاركة تحديدا. قمة التنمية المستدامة اللي كانت في إثيوبيا هي كانت النسخة الرابعة، من خلالها قدرت إنه أتكلم مع عدد من الشباب الأفريقي وإنه الفيجن بتاعتي إنها تتوسع أكتر. من خلالها عرفت آثار تغيير المناخ عندهم بالضبط، كنت مركز على التغيير المناخي، اتكلمت عملت يعني علاقات قوية مثلا من شباب من إثيوبيا من شباب من جميع الدول، فقدرت أفهم تغيير المناخ في دولهم شنو وهي مختلفة مننا. فبقينا في شبكة بتاعت علاقات من خلالها قدرت أصل لجروب تاني، فأطلقنا حملة إن اسمها Let's Speak Africa اللي هي بنعمل توعية على آثار تغيير المناخ بالنسبة للنساء. نعم. طيب المشاركة دي يعني هل يمكن من خلال هذه الجهود التابعتها في إثيوبيا أن تثمر نتائج إيجابية، خاصة أن يعني هنالك غياب للوعي الجماهيري في هذا الجانب؟ أكيد يعني إنها هي حتثمر. أيوة في غياب للوعي الجماهيري، بس حاليا كل العالم متوجه للتغيير المناخي. حاليا الشباب السوداني قاعد يعمل في مجهود جبار، وده ظاهر يعني من خلال مشاركاتهم الخارجية، مشاركتهم في الكوب 27 في مصر. فحاليا في جهودات مننا إحنا الشباب مع المجلس الأعلى للبيئة والوزارات الـ UNDP
إنه يكون في capacity building أكتر بالنسبة للشباب علشان إنهم يقدروا يحكزوا الحاجة دي للمجتمع. فحالياً ده إحنا شغالين فيه أكتر يعني. نعم. طيب ريان، يعني من خلال مشاركتك في منظمة مؤتمر الشباب في تغيير المناخ اللي هو عقد بالسودان ثم مصر، يعني بالإضافة لمؤتمر الأطراف، هذه المؤتمرات يعني حدثينا عنها، وهل نتائج أو ما تخرج به هذه المؤتمرات تجد الاهتمام مننا في السودان؟ إحنا أول مؤتمر اللي هو أنا مشاركة كان في تنظيمه الكوي اللي هي Local Conference of Youth، هو مؤتمر محلي لتغيير المناخ. من خلاله قدرنا إنه نجمع ناس ذو خبرات كبيرة في الوزارات في المجلس الأعلى للبيئة، وقدرنا نجيب عدد من الشباب إنه نعرفهم على شنو تغيير المناخ وننمي مهاراتهم. هو مؤتمر كان ناجح بصورة كبيرة، حتى إنه ما اختصر على الشباب في العاصمة شباب الخرطوم بس، لا، بس هو كمان قدرنا إنه نجيب شباب من الولايات إنه يقدروا يحضروا المؤتمر. من خلال الوعي المعرفي بتاع الشباب زاد أكتر، وهم حابين. وبعدها انتقلنا للكونفرنس اوف يوس اللي هو برضو كان عبارة عن سيشنز كاباسيتي بيلدينج بالنسبة للشباب، وكان في مصر برضو. من خلال إنه قدرنا نتناقش ونوصل شنو نوصل رسائلنا وشنو احتياجات الشباب أكتر، ومشاكلهم المختلفة، من مشاكل بتاعت فند، من مشاكل لأنهم ما قادرين إنه يشاركوا، من مشاكل كثيرة من التنظيم. بعدها هذه التوصيات كلها انتقلت للمؤتمر الأطراف كوب 27 شاركنا فيه. الكوب 27 برضو كان في بافيليون للشباب، فهي كانت حاجة كويسة شديد. من خلالها شاركنا برضو في كثير من السيشنات، اتعرفنا على ناس من دول مختلفة، اتناقشنا مع ناس في Global Center of Adaptation برضو، فهم كانوا برضو بيعمل لنا كمية من التحضيرات عشان اعرف شنو الشباب محتاج اكتر، واشركوا الشباب في عمليات بتاع المفاوضات، وانه الشباب يكون مشارك اكتر. نعم. في المؤتمرات. نعم ريان، يمكن اخر سؤال في ختام هذا الحوار، يعني وجودكم انتم مع طلاب الجامعات المهتمين بالجيولوجيا والمهتمين بالمناخ، كيف طرينه، يعني مشاركاتكم مع الجامعات المختلفه في اثراء اهتمام الشباب تحديدا وطلاب الجامعات بالمناخ والبيئه؟ انا حاليا يعني بطالب بانه الناس تهتم بالشريحه دي كثير، شباب الجامعات الخريجين، الشباب، فانه تتيح لهم التدريب الكافي، تنظيم أكتر، فند اللازم، لأنه الشباب هم قوة فعالة. فمحتاجين يعني من الناس والخبرات الفاتت إنه يكون في شيرنج انفورميشن أكتر منهم، وإنه وجهوا طاقات الشباب دي للعمل المستدام والعمل المناخي أكتر يعني. إن شاء الله. نشكرك ريان عماد الدين فضل، الباحثة والمهتمة بالمناخ والبيئة، شكرا لك على إفاداتك وإضافاتك الثر لنا في هذا اللقاء والتعريف بمشاكل البيئة والمناخ، شكرا لك. شكرا لك.